السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مع شهيوة جديدة من قناة شهيوة أم سكينة. اليوم غنقدم لكم طرطة بكريمة اقتصادية ولذيذة. أول حاجة غنبدأ بجينواز. الجينواز عندي 5 بيضات، وعندي قبسة ديال الملح، وعندي 200 غرام ديال السنيدة، غنبدا نضيف شوية بشوية ونطرب. غنطرب حتى تولي على شكل بوماد، وغنضيف هاد شوية د القشور د الحليب. ضعف هاد الكمية ديال البيض والسكر بالشكل اللي حصلنا عليه، تولي بحال شكل البوماد. دابا غادي ناخد ديك 200 غرام ديال الدقيق و ديك الخمارة، غنبدا نغربل فيهم ونضيف شوية بشوية. غندير هاد الدقيق، نديرو شوية بشوية، ونضيف هاد الباكية ديال الخمارة حمرا. غنبدا نغربل شويه بشويه، نبقى ندخل باش ما تبقاش هاد الخميره مكوره. دابا غناخد هاد ميكسور ونبدا ندخلها شوية بشوية في نفس الاتجاه، غنبقى على هاد الشكل تنكمل الدقيق كامل، وغنرجع نوريكم الشكل. ما دخلت الدقيق وديك الخمارة هاد الشكل اللي حصلت عليه. دابا غناخد هاد الطاوة ونفرش عليها الزبدة، ورق الزبدة ودهنتها بالزبدة، درت ليها هاد المول حتى هو من الفوق، لحقاش بغيت هاد العجينة نخرج منها جوج ديال الجينوازات. والفران انا مسخناه من قبل بشعلة على 150 درجة، لمدة 10 دقائق. نشعلو من الفوق ومن تحت. على نقسمها من نصفين، حقاش بغيت ندير جوج طبقات. الشكل غندخلها للفران، قد ليها الجوانب ديالها وندخلها. ملي طيب هادي غنجبدها وندير الاخرى، من بعد نرجع نكمل معكم الشكل كيفاش. ملي طيب نوريكم كيفاش غنزينها. الجينواز الثانية هي جبتها الأولى، ها هي حيدتها، الشكل ديالها كيفاش كيجي، كيجي رائعة وخفيفة. وهاد الثانية أنا حيدتها بالموس باش لحقاش لصقات ليا شوية في هاد المول ديال الحديد، أنا حيدتها بهاد الشكل. وغندير ليها بابي شوفيغيزي واحد اخر، غنكمسها على هاد الشكل، غنبدا نحطيها غير شوية شوية، خليها حتى تبرد شوية غتسلك، غنبدا نحيد فيها. كلفتها على الشكل، خليت واحد جوج دقايق حتى عرقات، هي بسهولة كتحيد. ما زولت ليها القاغيط الشكل النهائي اللي كنحصلو عليه، راه كتجي خفيفة وزوينة. دابا غنغطيها، نغطيها القاغيط ديالها نخليها نغطي باش ما تقصحش ليا، وغنمشي نوجد الكريمة. الكريمة الأولى
عندي نسيترو ديال الحليب، وعندي 50 غرام ديال الشوكولا السوداء، وعندي جوج اكياس ديال الفلون ديال جوج دراهم ديال درهم ونص. عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو، وعندي ثلاثة المعالق ديال السنيدة. نحركهم مزيان ونديرهم فوق النار حتى يغلاو. دابا هنا درت فوق النار، غنبقى نحرك فيه حتى يذوب الشوكولا ويغلى الحليب. الحليب غنضيفو ليه هاد دانيت ديال دانيت، نضيفو هاد جوج فرماجات، وغنطربو الكل بهاد الباطور. طربت الكل، غناخد شينوا درتها في وديتها للإطار ديالها اللي طيبتها فيه في الأول، والإطار غلفتو بالسلوفان وحطيت جينوازة اللولة، وغنسقيها بالسيرو. السيرو دايرة فيه جوج معالق ديال السنيدة، ونص كاس ديال العصير ديال الحامض، وواحد المعلقه ديال الماء. هذا العصير راه سخون مع جينوازه بردات، دابا هذا راه سخون، نسقيه كامل. هذا بعد ما يفتر شويه هذا هاد الخليط هاد الكريمة، غنضيفها دابا هنا. غنخويها من الفوق، غنديرها في التلاجة حتى تشد راسها، ونرجع نكمل معكم باش نوجد. شد الشكل ديال الجينوازة كل الكريمة الأولى دخلتها للثلاجة تشد راسها، غنوجد الكريمة الثانية. عندي نسيطرو الحليب، عندي 100 غرام ديال الشوكولا البيضاء، وعندي شاسي ديال كريم كراميل، وعندي معلقة ديال السنيدة مع داك الشوكولا غيحلي عليا. هي غنديرها فوق النار تغلي، وغنرجع نكمل معكم. غلى الكل فوق النار، غنضيف هاد جوج فرماجات مربعين، وحده مثلثة، وغنضيف هاد جوج حكوكة ديال بيرلي، وممكن ديرو حتى جوج حكوكة ديال دانون طبيعي. غنطربهم بالميكسور، وغنجبد الطرطة اللي دايره في الثلاجه باش ندير الطبقه ديال الجيماز ونزيد على هاد الخليط. خليكم معايا انا غادي نرجع لكم. الطرطة من الثلاجه غنضيف ليها الجينوازه الثانيه، السلوفان،
ونبرك عليه مزيان باش ما يبقاش له ودينات. على هذا الشكل وغنسقي الجينوا ثاني من الفوق داك السيرو. الشناب باش ما يبقاش داك الهواء. دابا غنخوي هاد الكريمه الثانيه اللي طربت، راه فيها فلون كراميل. قبيله قلت لكم داك الكريمه فيها فلون كراميل. وغندخلها للثلاجة حتى هي تتشد راسها، وغنرجع باش نوريكم الشكل النهائي كيفاش غنزوقها. بعد ما بردات هالشكل على الزيت تاع انا، درت لها خط ديال شوكولا بيضاء وخط ديال شوكولا سوداء، ودرت ليها خط ديال كريم كراميل كنت مقاده في الدار. وانتم زينوا على الشكل اللي بغيتو، وانا غنقطعها لكم تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. كيجي رطبة وزوينة الشكل ديالها كيفاش تكتشي، راه رائعه كتدوب في الفم. ها انتم دغيا كتقطع. وبالصحه وبالراحه، تنتمناكم تدعموني وديروا لي اللايك وابوني، واللي باقي ما اشتركش في قناتي يدعمني، وشكرا.